شبه الضابط الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن بها الله، لم يأذن بها الله. كل من تعبد لله عبادة لم يشرع الله فهو مشرك، لأنه اتبع هواه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الآية التي ساقها رحمه الله سيقول: أن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل قبل الله هذه الحجة؟ لا، لم يقبل الله هذه الحجة. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية التي نفى الله فيها حجة المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، وبين قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا؟ قلنا: لأن المراد بالآية الثانية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما وقع من شركهم فهو من عند الله عز وجل، ولو شاء الله ما أشرك. لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أرادوا بذلك الاحتجاج بالقدر على الشر، وهذا هو المنكر. ولهذا لو قال المشرك بعد أن من الله عليه بالإسلام، لو قال إنه أشرك في أول عمره ولو شاء الله ما أشرك، لكان هذا مقبولا وحقا. نعم.